السلام عليكم. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي الطالب ممكن يشارك في مسابقة الماينكرافت. اول حاجة في اللينك بتاع الفورمز ده، اللينك ان شاء الله هيكون مع الفيديو، هقدر اكتب فيه البيانات العادية بتاعتي، بس هو طالب من حضرتك ان هو ناخد صورة للطالب جوه الماينكرافت. ازاي اعمل الصورة دي؟ هروح على الماينكرافت بالمنظر ده، وبعدين ادخل على الانفنتوري وحضر حاجتين. الحاجة الاولانية اختار كاميرا علشان اخد بيها الصورة، كاميرا بالمنظر ده خدها وعمل لها دراج الهوت بار بتاعي، وكمان هدور على بورتفوليو، هكتب كلمة بورتفوليو بالمنظر ده وبرضو اعمل لها دراج. الكاميرا بقت في رقم 1 والبورتفوليو بقى في رقم 2، وبعدين اقفل الكاميرا. انا عايزة اخد صورة للشغل بتاعي بصورتي وانا جوه الجيم، فانا هروح ادوس على رقم 1، هتظهر لي الكاميرا بالمنظر ده، خدت صورة. الصورة دي انا هلاقيها فين؟ ادوس على رقم 2 هلاقيها في البورتفوليو بتاعي. دي الصور اللي انا خدتها، يبقى انا دي الصور اللي احنا عايزين ناخدها جوه الماينكرافت. اروح اقول اكسبورت البورتفوليو، لما اقول له اكسبورت البورتفوليو هو بيحول لي البورتفوليو ده الى بي دي اف، بيحوله لي لملف اسمه بالاسم ده بي دي اف، انا حطيته على الديسكتوب، وبعدين هروح اقول له سيف. انا كده خلصت الجزئية بتاعت الماينكرافت. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اروح على اللينك اللي هو محطوط في الفورمز، ادوس عليه هيفتح لي الوان درايف. الوان درايف اللي انا هحط عليه ده، من فضلك لازم تدخل، ما تحطش البي دي اف كده بدون فولدر، فانت لازم الاول هتكري فولدر، والفولدر دوت هتسميه بالاسم اللي حضرتك، هقوله نيو فولدر، هيقولي الفولدر ده تسميه اسمه ايه، فانا هسميه، ما نكتبش منى بس او محمد بس، لا نكتب اسمنا ثلاثي او رباعي كمان. وبعدين ادي كده، وبعدين اروح اقول له كرييت. وانس ان انا قلت له كرييت، بقى يبقى في فولدر، ممكن تكتب اسمك عربي او انجليزي زي ما انت عايز. هنزل كده ادور على الفولدر اللي انا لسه عاملاه دلوقتي، فتحت الوان درايف، وادي الفولدر اللي انا عاملاه، والفولدر ده زي ما انتم شايفين انا ممكن اكتبه عربي او انجليش مش فارقه. وبعد كده هشوف فين الفايل بي دي اف انا كنت شايلاه فين على الديسكتوب او في اي مكان، فانا هروح اقول له ابلود، هيقول لي ابلود فايل، هيقول لي فين الفايل اللي انت عايزة ترفعيه، فهو كان بي دي اف، هدور على الملف ده وبعدين اروح اقول له. هتلاقوا ان الملف اللي انا اترفع هنا بمنتهى السهولة بي دي اف. اروح اخد اللينك بتاع الفولدر والفايل بتاعي، وبعدين اروح حطه كده هنا، وبعدين اعمل سبميت، وبكده اكون اشتركت في المسابقة التي تخص الطالب. شكراً.